هو دلوقتي الإنسان لو أعطى للصلاة حقها من الاهتمام بالمواقيت والتأهب، الوقت ده داخل صلاة الظهر، داخل صلاة العصر، تأهب، وأعطى لها حقها من الطهور تطهر، ومن شروط استقبال القبلة وستر العورة، وأعطى لها حقها من الخشوع ومن النوافل القبلية ومن الأذكار بعد الصلاة والنوافل بعدها، ده هيعمل الحكاية دي 5 مرات في اليوم، أيبقى من غفلته شيء؟ طب ما ليه كتير مننا بيشكو الغفلة؟ لأن كما قال هذا هو المرض، أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، هو ده المشكلة. أذكار الصباح وأذكار المساء، جلسة الذكر، كيف يحيي الله عز وجل بها قلوبا ومع ذلك بعض الناس يذكر الله ولا يتأثر قلبه؟ ليه؟ لأن الذكر لا يتجاوز طرف اللسان. وإيه بقى السوسو ديت؟ مش عارف أقول إيه. ما المفروض الذكر يتواطأ عليه اللسان والقلب. وهكذا أعمال قراءة الورد، تلاقي واحد عمال يقرأ في الورد وواحد بيقول نكتة جنبه يضحك عليه، واحد بيقول حاجة يعلق عليه، وهو بيقرأ ورده، بيقرأ في المصحف في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهيقول لك طب القرآن ما بيأثرش في القلب، بيأثر في القلب إزاي؟ أو واحد يدعو وقلبه لاهن غافل ساهن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، كأن يستجاب لذلك. فمكمن المرض أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض.